بسوء إيه؟ نعم يا أستاذ سمك، في كلمة غلط مكتوبة في القانون. فين ده؟ بتاع السماحية؟ مضروبا في معامل النفاذية المهندسية. حاضر يا حزين. يوسف لا خلاص بخد بجابس ميوسف اللي هي النفاذية المهندسية اللي هي 4 باي في 10 اس سالب كام؟ 7. فقال لي ان التكامل المغلق للبي في الدي اس ميو زيرو ميو زيرو في تعال الاي انكلوز دي مجموعة التيارات. سر وين حضور؟ نعم حضور وين؟ واحد يبعته يا جماعة على جروب الواتس ازاي تعمل فواز تعمل حضور خلاص ايوه ايوه تمام. طيب العلامة المغلق ده ايه؟ التكامل المغلق ده هو بنسميها حاجة اسمها الحلقة الامبيرية للتكامل. فلك يستخدم قانون امبير لحساب المجال المغناطيسي في الحالات التي يكون فيها توزيع التيار شديد التناظم، لان حساب التكامل يصبح سهلا في مثل هذه الحالات، اما فيما عدا ذلك فيكون تطبيقه صعبا ويفضل اللجوء الى طرق اخرى كاستخدام قانون بيو صافار. كاستخدام قانون بيو صافار طبعا ده سهل وده يعتبر قانون مثالي عشان كده محطوط في قوانين الكهرومغناطيسيه. طيب ايه العلاقة بينهم؟ يعني ايه ليه حطيناه في الكهرومغناطيسية؟ لو جيتوا تبصوا على الطرف اليسار يا جماعة بي، بي يعني مجال مغناطيسي، وعلى الطرف اليمين اي يعني تيار كهربائي، يعني بيقول لك ان المجال المغناطيسي بيولد تيار كهربائي، يعني دي علاقة بين الكهربية والمغناطيسية، عشان كده تدرسوا الكهرومغناطيسية وطبعا انتم حيتان. الو يا جماعه مين عنده معلق كمان؟ لانه انا ما انا مش قاعد يطلع لي. صرت فين يا استاذ؟ ولا اطلع من الجروب الثاني. طلعت ودخلت مره ثانيه صار اسئله تكرار يا استاذ. ده صوتك راح يا استاذ مش سامعينك. هو انت ايه في البرنامج خلص وفتحه ثاني عشان والله العظيم استاذ يا مستر تمام ريفرش الجروب اللي كان ديسبلاي كونتنت واز ا بروبلم وان ديسبلاينج ذا كونتنت. لا انت اسمع سامع او ممكن تقفل الواي فاي وتفتحه تاني يكون احسن. ما المشكله انا مش بالاماره هون داتا لازم اسكر من التليفون وارجع افهم التليفون وارجع اشبك على اللابتوب. انا هقوم اعمل اي السلام عليكم. وانت فاهم اصلا منه حاجه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شغال؟ لا هو الاستاذ طلع لسه اقعد براحتك. لا المايك عندي شغال كويس ولا لا؟ شغال. هو بيرد عليك وانت شغال ولا لا؟ خلاص سمعينك الغالي سمعينك. طب بعدين يا جماعة هنعمل ايه في القرف ده؟ ولا يا صاريكو انت زفت. والله العظيم محدش بيفهم حاجة خالص. مش عارف هنميل ايه في موضوع ال تعالوا عن بعض ده. احنا عالفكرة الفيزياء اتشعلقنا فيه يعني الكيمياء والرياضيات اوكي عادي. طول الطلب بعد ما يجي لا لسه هلا ورور انا مستني يوم الاربعاء بس عشان اعرف هنمتحن في ايه ولا هنمتحن ازاي بس.
هنمتحن احنا؟ اه هيسوولنا زي الامساك شوف. لو عملوا زي الامساك كلنا هناكل خرا. على فكرة اسمع اجاني كلام انه شهر 5 من خاص نوقف اخر يوم يكون شهر 5. يا اتمنى ذلك. شوف شوف وين وين الايام نروح فيها على المدرسة يا عمي. لو خلصنا شهر 5 اوكي هيكون عندنا اجازة شهر 6 7 8 9. مين قال لك؟ امال هيخلونا نكمل دراسة يعني؟ ما هو الدراسة خلص. انا خايف على الكورونا كم يضل مكمل هيك. ها ممكن يكمل، ممكن يعطونا اجازة بدري عشان نضل في البيت ويكمل مع نفسه. يا اخي احنا هون بأفضل مددوه اسبوعين. هيفضلوا يمددوا اسبوعين اسبوعين اسبوعين. بالظبط. طب معنا معنا نزلت في الجامعة. اطلع انت ممكن تقدم، انت ممكن تقدم ولو اتقبلت اصلا كده كده في نص شهر انت هتعرف معاك بقى. فده ممكن تدخل فكرة مش شايف الفكرة في المجال الجوي مقفول كله هينزل ازاي؟ بالظبط اصلا ما في ولا جامعة فاتحة، ما في الجامعات كلهم مسكرات. ايوه الجامعات فاتحة كمان وعن بعد. ما في عن بعد الجامعة مو شغالة، ما في حد في الجامعة. اتوقع ممكن يكون في منح دراسية ان الناس تدرس هنا ويكون عن بعد برضو. يوم شنو تدرس الجامعة عن بعد؟ ورا اصحابي كلهم بيدرسوا في الجامعة عن بعد. بس قبل كيف كانوا يا عمي بدك تسوي بروجكتات بدك تشوف اكبرتي كله هيك. الاستاذ بيقول انك تفصل عنده تاني. انك تفصل عنده تاني. هو وين بالمدرسة؟ نور يا حبيبي نار، صلاح هو الغدار يلعب بالنار بين هؤلاء النجوم الكبار. يوسف يوسف شوف دفتر الصبح والله جد نفسي يكون في الجامعة نفسه. هو جلاد الجلادين حبيب الملايين مهرب شترع لنجم الكرة صلاح الكبير والقدير. افتح الكاميرا يوسف، افتح الكاميرا، افتح الكاميرا عشان المعلق بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. يا يوسف يا يوسف بس بس والله جد خلاص اهدى اهدى فواز خليه يلا يا حبيبي اهدى كمل كمل يا يوسف كمل. لا 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 فواز مش عارف خلاص. طب على يوسف قول لي قول لي ايش 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 بتفطر الصبح؟ والله سوانا بعط لك الصور صورة الصور مش فاهم بيفطر قاعد اكل حرام يفطر عشان هيك يا مود اوكي انك تفطر سندوتشات دقاق كريسب يا حبيبي حكي فاضي مود ما بيكون اوكي حكي فاضي مود مو اوكي. هاي الاستاذ دخل اعتقد دخل افتح يا جماعه من على الواتس حصة ومش لازم بقى نزل الحصه خليها حصه جايه وخلاص. والله جد انت محسسني يعني ان احنا الفصل وحصه بس ده مش مهم استاذ افطر بس يا استاذ واحنا هنروح نفطر ونتقابل بكره. بس يا جماعه عشان نخلص الجزء ده هو بس جزء واحد هنشرحه النهارده قانون ام بالقانون بالفتين بس ربنا يفتح من عندك ما في من عندك يا استاذ نحن نعاين الاضرار داخل الديار. مش ممكن سؤالي معانا يا استاذ يا جماعة والله انا تعبان ومش ما اقولكوش انا حجم القرف اللي انا فيه الوقت بس ايه الكمبيوتر بتاع الاستاذ شفر عشان ايه عشان قلشت. يوسف يوسف عيد عيد هيت الديار. يا استاذ نحن نعاين الادرار داخل الديار مش ممكن. يا اللي فلسطين ده يا جماعه لو سمحتوا الله يصلح حالكم. انا بقول لكم يعني لا مش سامعين صوتك يا استاذ صوتك بيقطع يا استاذ استاذ اطلع وادخل تاني كمان الصوت بيقطع
جامد جدا. خيبه لو سعد ايش صاير عنده في المايك؟ خيبه انت ولا ده المايك والكاميرا بيقطعوا الف. استاذ الشاشه دلوقتي كلها بيضة. استاذ مش انت عارض حاجه كلها ابيض جمال؟ استاذ مش سامعين صوتك يا استاذ والكاميرا بتعمل جليتش. كمان لو انت سامعني يا استاذ افصل النت تاني. لا انت مش سامعنا يا استاذ. اوه يا سلام يا سلام يا شباب. حد سامع الاستاذ يا شباب؟ وين؟ لا ما انا مش سامع. لا مش سامعين ازاي يا استاذ؟ اوه استاذ يا سلام. لو انت سامع يا استاذ اقفل وادخل تاني. ايوه استاذ تسمعنا؟ شباب حد سامع الاستاذ ولا؟ استاذ يا ريت تقفل وتعاود الاتصال بنا لاحقا. يا ريت تقفل وتعاود الاتصال بنا لاحقا. انا عاوز حاجه تطلع على 12 15 0 احنا مش سامعينك. السلام عليكم. ازيك يا يوسف؟ الو السلام عليكم. ازيك يا يوسف؟ السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل للناس الكل. استاذ انت سامعنا يا استاذ؟ انا سامعكم. انا سامعكم. سامعين الصوت؟ الو منير انت سامع حد؟ سامعين حاجة؟ يا استاذ خلاص اختصر زي ما عم نقول لك بس سكر. يا استاذ لو سمعنا اقفل. يا استاذ لو سمعنا اقفل. انا سامع والله. عم بضيع وقت الحصه اقسم بالله. يا استاذ انت باين انك موجود في المكالمه بس ما مش موجود. الو يا حبيبي سامعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ لو انت سامعنا. الو يا اخي خليني احكي. استاذ لو انت سامعنا. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل تكتر. يا فواز ارجع تفتح. استاذ احنا مش سامعين استاذ. الو ايوه سامعك يا ابني. السلام عليكم يا استاذ. احنا الو يا استاذ لو انت سامعنا. احنا مش سامعين فين يا استاذ؟ لو انت سامعنا يا استاذ. سامعك انا سامعك. حد يتصل يا شباب بالاستاذ عشان يقول له يقفل ويدخل تاني عشان في قطع جامد ومش سامعين حاجه. يا سلام يا سلام. بعت له على الجروب يا حبيبي على الواتس. بعت لك انا سامعكم. انا سامعك استاذ. افتح افتح. حد يعبرني يا شباب. انت مش باين. انت باين مش باين. احنا مش سامعين. فتح الشباك وراك. صوتك بيقطع يا استاذ. احنا سمعنا كلمه انت قلتها دلوقتي والصوره معاك. استاذ انا سمعت جليتش لو انت سمعنا يعني. ادخل يا استاذ واطلع تاني. اطلع تاني وادخل. خلاص يا استاذ اهي اشتغلت اهي. سامعني استاذ؟ احنا شايفين صوره بيضه دلوقتي. تعرض ده استاذ. يا استاذ لو انت سمعنا وبتعرض احنا شايفين صوره بيضه. نعم وحشني. اهو صوتك اتظبط يا استاذ. اهو النت كده اتظبط خلاص. بسم الله يلا مع بعض يا شباب. الاستاذ راح فين تاني يا شباب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دي بقى من عندك بقى. الو الاستاذ وين يا حبايبي؟ قانون امبير لحساب شغال حبايبي عن توزيع عناصر التيار. في حد فيكم انتوا بتعمل استاذ تيار تمثل اسطواني او غير ذلك؟ يا يوسف يا استاذ خلاص يلا بقى شركه نفتح. افتح شركه يوسف. يوسف ايوه ايوه انت سامع الاستاذ يا شباب؟ طب حد أيوة سامعني؟ سامع الاستاذ؟ حد شايف غير الابيض؟ انا شايف ابيض. وانا حتى اعمل يا حبيبي اكتف. اعمل اكتف للصفحه عندك يا حبيبي عشان الكلام يظهر عندك. اعمل اكتف والله جاد يا شباب. يا ابني انا بقى كده ابيض تنوره يا تسوي يا حازم. حازم اكيد ابيض تنورك بس احنا مش شايفينك. طب ثانيه يا تسوي يا شباب. نقرا كده يا حبيبي اشتحل قدامك يا شباب. حد يتصل له بيتا ازاي يا بابا؟ انا اللي حد من الامارات يتصل له. ولا فواز انت شايف حاجه؟ انا شايف ابيض. اقرا يلا. شايف ابيض بيتغير وابيض بيجي. حازم حازم انت شايف؟ حازم اشرح اتنين. حازم حازم انت سامع الاستاذ؟ افتح لي سامع الاستاذ؟ سامع الاستاذ يا حازم؟ سامع الاستاذ؟ سامع الاستاذ؟ لو سامعه قول له. لو سامعه قول له واحنا مش سامعين وخليه يطلع ويدخل تاني. طب يصور الشاشه من قدامك ويبعتها على الجواب كده. صور الشاشه. السلام عليكم. صور الشاشه. لو كده هصور الشاشه انا اهي. انا صورت.
27 ادي الشاشه اللي انا صورتها لكم اهي قدامكم اهي يا استاذ اما ناخد القانون هنحل المساله يا حبيبي يا استاذ الو السلام عليكم بعد كده عندك قانون يتم اختيار هذه الحلقه ما خلاص يا ابني بقى يشتغل ما خلاص عرفنا ان في غلط قول الحمد لله اتحل خلاص الو يا ابني الوزاره مراقبه الموقع يا ابني يا ابني انا بلغت ان في عطل دلوقتي يتم اختيار هذه الحلقه تكون حساب التكامل في هذه المعادله صعب الاي انكلوز يساوي التيار كل المغلق بهذه الحلقه يبقى تكامل البي في الدي اس بيساوي تكامل البي كوزين سيتا في الدي اس بيساوي الميو زيرو في قيمه التيار كله بس كل واحد باشارته كل واحد باشارته هتلاقي ان اي واحد الاشاره مخالفه لاي اثنين مخالف نفس اشاره اي واحد هي اشاره اي ثلاثه وسيتا الزاويه المحصوره بين المجال المغناطيسي واتجاه عنصر الطول دلتا اس عند كل نقطه على طول الحلقه يا استاذ مش سامعين صوتك يا استاذ انت الوحيد اللي مش سامعني يا بابا لكن في ناس ثانيه سامعه يا شباب حد سمع الاستاذ يا شباب ايوه سامعني يا بابا لما بتكلمهم بيندهوا يا شباب حد سامعني انا يا شباب حد يرد عليا طيب سامعك تسوي سامعك سامعني نعم سامعك مين اللي بيتكلم مين اللي بيتكلم الاستاذ ويمكن اجراء التكامل على الحركه الامبيريه في اي من الاتجاهين قانون امبير والاشاره السالبه والاشاره الموجبه تسبق الميو زيرو تعتمد على اشاره المسار الاستاذ وين الاستاذ نعم الو ايوه سامع الو شباب وين الاستاذ موجود سامعين صوته يا عمي انا مو سامع صوته الو استاذ موجود موجود سمعنا هو موجود وينك استاذ موجود استاذ والله الاستاذ موجود محمد منير محمد منير محمد منير استاذ اقرا يلا اشرح رقم 3 اللي قدامك اقرا اشرح رقم 3 يلا ويمكن اجراء التكامل على الحلقه الاخيره بس استوب عرفوا زميلكم ان الناس شايفه وسامعه عشان هو باين عنده مشكله اقرا يلا كمل ويمكن اجراء التكامل على حلقه الامبيريه في اي من الاتجاهين قانون امبير والاشاره السالبه او الموجبه التي تسبق ميو ميو نوت واحد ماشي. يعتمد على تعتمد على الاشاره على اشاره المسار والتيار اي المر بالدائره سي الامبيريه فإذا اختيرت اتجاه التكامل للمسار سي بحيث يمثل العمودي عليه ان الاتجاه الموجب وكان اتجاه التيار في الدائره سي مع اتجاهه فان قيمه ميو نوت 1 موجبه اما اذا كان ضده فان ميو نوت 1 سالبه يشير الشكل كم يا شباب سلايد كم يشير الشكل الى اتجاه التكامل من الاتجاه دي اس الى جانب المجال المغناطيسي المغناطيسي الناتج سلايد كم ثالث تمام يا شباب بس عندي بعد كده نبدا نعمل تطبيق على قانون استاذ ما فهمناش الاب نعم لسه يا حبيبي ده الشرح بتاعه لسه ناخد القانون تطبيق عليه طب ايه اللي قبله ده لا ده هي نفس الصفحه بس انا بقرا استاذ انا بقرا اقرا يا حبيبي تطبيقات قانون امبير وين انا تطبيقات قانون امبير اولا حساب المجال المغناطيسي المغناطيسي سوري بي الناتج عن سلك اسطواني طويل نصف قطره ار ويجرى فيه تيار شدته اي موزع بانتظام على مقطع اي نظرا للتناظر الموجود في توزع التيار على مقطع السلك فان خطوط المجال المغناطيسي تكون دوائر متمركزه مع السلك ولما كان السلك طويلا جدا فقيمه المجال المغناطيسي تكاد تكون واحدة من أجل جميع نقاط السطح الأسطواني المتمركزة مع جميعا ولا يشذ عن ذلك إلا أجزاء السطح القريبة من نهاية السلك لذلك يمكن اختيار الطريق المغلق لإجراء التكامل عليه سطحا أسطوانيا متمحورا مع السلك كما هو مبين في الشكل طيب يلا بقى أهم جزء إزاي أجيب
الجزء ده بقى هو ده اللي في الامتحان، كل الكلام اللي فات ده بس ازاي نحدد الاتجاهات، لكن ده بقى الجزء ده هو اللي على المسائل، هو ده اللي في الامتحان، اللي على المسائل وده اللي في الامتحان. معلش بس رقم كام؟ طب اما نكتب القانون دي المساله، لما اكتب القانون هحل لك المساله خلاص. وفي المساله ديت كام؟ بتقول كام؟ 8 كام؟ اسمها 74، مسألة رقم 74. لا، فاصلة 7 7. 47. فاصلة 7 7. 47، حاضر. فاصلة 7 7. حاضر. حاضر 47. هجيبهم لك حالا. بس بعد ما نشرح القانون. خلاص؟ اشرح. شكرا يا ابني. بعد كده عندي يا استاذ المجال المنطقي. نعم. سامعني ولا لا؟ سامعك يا بابا، اتفضل. طب الحمد لله، ساعة بعت لك صورة، انا كنت شايف الشاشة كانت عاملة ازاي اهو. مرغين، ثانية واحدة اشوفها. بعتها لي في ايه؟ على واتساب فيزياء تعلم عن بعد. ايه ده تسوق بالزمة دي منظر يا جماعة؟ عارف ناس ده. تعمل ايه؟ ازاي يا بابا؟ ده زي السكر في الشاي. طب هي الوقت عندك نفس الشكل ولا هتعدل تظبط؟ لا لا طب مظبوطة مظبوطة. طب الحمد لله يا بابا. زي السكر في الشاي ماشي هتسوق تسلم. سلك المجال المغناطيسي داخل سلك طويل مستقيم، سلك بمقطع عرضي. يا اخوان ايش رايكم انتم تضيفوني على فيزياء عن بعد؟ لانه انا بس موجود بفيزياء مش موجود بفيزياء عن بعد. سلك بمقطع عرضي دائري نصف قطره ار يسري في تيار موزع بانتظام على اقرا تسوقي. اقرا بقى تسوقي. حاضر يا استاذ. ولا انا كمان مش موجود في الجروب بتاع السلك بمقطع عرض. يا شباب حاضر رسمي على فيزياء عن بعد. لسه قطره ار. اسرى ايه؟ يسري يسري به تيار موزع بانتظام على مساحه المقطع العرضي له. لايجاد المجال المغناطيسي الناتج عن هذا التيار نستخدم حلقه امبيريه يبلغ نصف قطرها ار. 3 يكون متجه المجال مماسيا للحلقه الامبيريه وحاجه كتير كده. رقم 4 يمكننا حساب التيار. لا كل كلمه ركز كده انت بتقول ده استاذ ارقام ازاي؟ اقرا كل كلمه ما تسيبش حاجه. بي دي اس بيساوي بي تكامل دي اس يساوي بي قوس 2 باي ار قوس يساوي ميو 0 اي اي ان سي. سامعني يا يوسف؟ سامع يا يوسف؟ وعليكم السلام ورحمه الله. يوسف يا استاذ يوسف الو بقول لك ايه يوسف؟ يوسف ايوه ضيفني ضيفني على جروب فيزياء عن قرب قصدي عن بعد. انا مش في الجروب اصلا. وانا يوسف حد ضيفني في الجروب. حاضر ابقى اكلم. مين الادمن؟ اظن حازم. يا حازم. حازم اي جروب؟ اي جروب؟ اي جروب؟ اي جروب؟ يلا جروب فيزياء عن بعد بسوق ان شاء الله. بقى انا اللي عامله. يلا اصبر هبعت لك اللينك. طب. هبعت لكم اللينك تاني. ابعته يا بسوق. ابعته لكم. طب طبعا انا بقى خلاص خلاص بقول لك سلك بمقطع عرضي دائري نصف قطره ار يسري به تيار موزع بانتظام على مساحه المقطع العرضي له. لايجاد المجال المغناطيسي عن الناتج عن هذا التيار نستخدم حلقه امبيريه يبلغ نصف قطرها ار يكون متجه المجال مماسا للحلقه الامبيريه. اصبح عندي تكامل البي في الدي اس بيساوي تكامل البي في الدي اس بيساوي البي في تكامل الدي اس. خلصتهم ده. طيب يبقى البي بيساوي ميو 0 على 2 باي ار العمودي في الاي انكلوز. يبقى يمكننا حساب التيار المغلق من نسب مساحه الحلقه الامبيريه الى مساحه المقطع العرضي للسلك. يبقى الاي انكلوز الداخلي على الاي بيساوي الاي لوب على الاي واير يعني النسبه بين المسار على نسبه السلك. يعني بيساوي ار تربيع العمودي على الار الكلي تربيع. القانون بقى اللي باللون الاصفر القانون اللي باللون الاصفر ميو 0 اي ار العمودي على 2 باي ار تربيع. تاني قول كده ادهم بس الحلقه الصندوق الاصفر ده اقراه. البي بيساوي ميو 0 استاذ بي بيساوي ميو 0 في اي في ار على 2 باي ار تربيع. طيب ايه الفرق بين الار سمول اللي فوق والار اللي تحت الكبيره؟
الار سمول اللي هي زي سطح جاوس كده، انما الار كابيتال اللي هو نص قطر الكنف. الار سمول ده اللي هنحسب البعد، اي بعد يعني ممكن يبقى في المركز بصفر، كل ما بيبعد عن المركز بيزداد، تمام كده. الار كابيتال اللي هو نصف القطر الاصلي، نصف قطر الحلقه، نصف قطر مين؟ الحلقه، تمام. طيب على السلك بقى على المماس هيبقى الار سمول بتساوي الار كابيتال، صح كده؟ صح ولا مش صح؟ طيب اللي مش عايز يحفظ الكلام ده ما يحفظ، احفظ لك القانون الاصفر بالظبط. يلا مساله رقم 47، مساله رقم كام؟ 47. مين اللي كان عايزها؟ مين انت؟ يلا بيقول لك ايه مساله رقم 47؟ يعرض الشكل مقطعا عرضيا عبر قطر دائره موصل اسطواني. جميل قوي، لسه حلينها، لسه هي اللي موجوده في الشريحه. يبلغ نصف قطر الاسطوانه ار هي اللي في الاسطوانه. الار كابيتال بكام يا جماعه؟ نعم مش فاهم. برافو عليه. يبقى الار كابيتال نصف قطر كله يوزع تشغيل مستوى 1.34 بانتظام على المواصل ويتدفق خارجا من الصفحه. احسب اتجاه ومقدار المجال المغناطيسي في الموقع. عاطين الار اي والار بي وعايز الار سي والار دي. يلا على الار اي. الار اي في المركز صح كده؟ صفحه 222 يا جماعه، مساله رقم 47. طيب لو جيتوا تبصوا، لو قال لك عايز المجال عند الار اي بتساوي صفر يعني في المركز، صح كده؟ صح ولا مش صح؟ ناخد ميو واحد على اثنين باي. ما تاخدش حاجه خالص. انت قدامك اهو الار اي بكام؟ الار السمول بكام؟ بصفر، صح كده؟ عوض بقى في الشريحه في القانون في الصفره، لما يكون الار سمول بصفر يبقى البي كله بكام؟ صفر. بصفر. يبقى اول حاجه اكتب عم حازم الار اي بصفر، الار البي عند اي بصفر. البي عند اي بكام؟ استاذ يا استاذ. نعم اتفضل استاذ. قناه اسمه ايه ده؟ قناه اون استاذ الشعله عامله قناه يوتيوب بتقعد تشرح فيها حاجات زي كده استاذ، يعني ما ينفعش تبقى تعمل لنا فيديو ولا حاجه زي كده؟ المشكله ان الشعله الشعله عندهم استوديو تصوير. مش استوديو والله يا حبيبي، الشعله عندها استوديو وعندها موظفين اي تي، احنا ما عندناش لا استوديو ولا موظفين اي تي، فهمتني استاذ؟ انا والشعله ده يا باشا، امال ايه؟ اصور الدولاب اللي انا قاعد فيه استاذ. حازم هبعت لكم الفيدباك، هبعت لكم الفيدباك عشان نكمل مساله، عشان نكمل مساله حازم. بعد كده عايز رجاله عند الار بي بتساوي 4 سم، صح كده؟ عند الار بي، الار بي بتساوي، يبقى الار سمول بكام؟ ب 4، صح كده ولا مش صح؟ الار سمول ب 4، صح ولا مش صح؟ ازاي؟ طب ازاي؟ نعم كيف؟ من وين طلعتها؟ تقول انت كيف طلعته دي؟ من وين طلعت 4.5؟ ايه ال 4.5 دي؟ هو عطيت الار بي بيساوي 4 معطى، الار بي بيساوي 4 معطى معطى معطى. معطى. طب خلاص معطى. طيب عوض في القانون يا حبيبي في الشريحه وحط ان الار بكام؟ ب 4 سم، صعبه كده؟ طيب بالمثل السي، اعطيني السي بكام؟ الار سي ب 10، صح كده؟ هتلاقي القانون بيقول لك على سطح السلك لان الار كابيتال ب 10، صح كده ولا مش صح؟ يبقى الار كابيتال بتساوي الار البعد، يبقى اذا القانون على سطح السلك بي ار بيساوي ميو زيرو في الاي على 2 باي ار. اللي بعد كده عايز الار دي، عايز مين؟ هتعوض بقيمتها اللي هي كام؟ طبعا ده في الخارج خالص، هيبقى البي عند دي. يلا دي مالهاش علاقه خالص بالدرس ده، ده لها علاقه بالدرس اللي طاف. ايجاد عند نقطه تبعد عن السلك، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ لا يا باشا، قانون المغناطيسيه، قانون المغناطيسيه الدرس اللي طاف، ان البي خارج السلك
البي خارج السلك بيساوي ميو زيرو في الاي على 2 باي دي، ملوش علاقه بالار خالص. تمام كده؟ البي بيساوي البي عند دي بيساوي البي عند دي بيساوي البي عند دي بيساوي ميو زيرو في الاي ميو زيرو. ادهم ذكر مايك تاعك يا ادهم على 2 باي ار سمول دي، 2 باي ار سمول دي. استاذ الفون هي قانون امبير صح كده؟ قانون امبير بس لداخل يا جماعه، قانون امبير لداخل السلك مش لخارج السلك. فهمتوها؟ خلاص كده؟ استاذ احمد جميل قوي. ودي طبعا بتاع المسائل اللي طافت، بتاع الحصص اللي طافت. خلاص كده انا اكتفي بالجزء ده وذاكروه. انا اكتفي بكم 48 كمان 8 ولا عايزين ايه 49؟ الناس متعبه. 77 49 عطيت اقراه كده. 77 59 اه جدا جدا ماشي 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 طيب لو جينا نرسم اعطيني الجي كثافة التيار جي 1.5 صح كده؟ دي المعطيات اللي معايا. ليه مسألة 49 اعطيني الجي ب1.5 امبير لكل سنتيمتر صح كده يا حلوين انا صح؟ بس اعطيني كثافة التيار واعطيني معلومات ان اتجاهات التيار منين لفين؟ من تقع في المستوى في المستوى اكس وواي والتيار في اتجاه واي الموجب صح كده؟ صح صح ولا صح؟ طيب اما نيجي نطبق قانون امبير، قانون امبير قال لي ايه؟ ان البي في الدي اس بيساوي الميو زيرو في الاي انكلوزد صح كده ولا مش صح؟ تكامل اكتب عملت التكامل المغلق البي في الدي اس اكتبها خليها لكم وابعتها تكامل البي في الدي اس استاذ ابعتها لكم على الوقت. نعم استاذ حل سؤال 49 اه حلها لكم على الواتس حالا ما بتكلم اكتبوا تكامل البي خلاص يا ابني بقى اتفضل السفر تكامل البي في الدي اس بيساوي الميو زيرو في الاي انكلوز مش ده قانون امبير مش قال لك استخدم قانون امبير صح كده طيب يبقى تكامل يبقى البي في تكامل الدي اس هيساوي ميو زيرو في الاي تكامل الدي اس ب 2 باي ار يبقى البي 2 باي ار بيساوي ميو زيرو في الاي ميو زيرو في مين؟ في الاي طيب احنا عندنا كم مسار ثانيه عايز القانون النهائي خالص حاضر يبقى البي واحد البي 2 يعني البي 1 في ال زائد بي 2 في ال هيساوي الميو 0 في الاي انكلوزد ولكن البي 1 يساوي البي 2 حاضر يبقى القانون يبقى القانون بتاعي البي نص ساعه 10 2 بي ال ميو 0 اي 10 يبقى البي بيساوي قصدك ايه بس بنص ساعه قصدك النص خلصت ولا ايه؟ على 2 ال تقريبا ايوه خلصت بصوا يا جماعه اللي عايز القانون النهائي هيبقى ميو 0 في الاي على 2 ال اللي هي عرض الصفيحه ميو 0 في الاي على 2 ال استاذ يلا سكر الحصه خلصت طيب واحد يقول لي اجيب الاي ازاي؟ مش عندك المساحه وعندك ال حبيبي سكر استاذ خلاص خلاص طيب ماشي خلاص هنبقى نكملها المره الجايه باكر باكر خلي بالكو خد لك بيوت اوف مش عاتل الاي عاتل الجي عوض
روبي روبي ماشي. شاكين افضلك يا استاذ والله شاكين افضلك يا حبايبي ربنا يخليك. تسلم يا استاذ يا عبد الله. تسلم يا استاذ عبد الله. ان شاء الله استاذ نرجع المدرسه ونقعد مع بعض ان شاء الله احسن من الاول كمان والله يا استاذ. لما ترجع اذا ما بترجع الايام عم طلع طلع فواز انت في الاردن خليك يسر انت مش عارف تيجي اصلا. طب ابعت على الاستاذ بتضحك الله يسعدك الله يسعدك كثير بتضحك. انا ما اخوان شو علينا على علوم صحيه تصميم حد درسنا زي كذا ولا تحاول انت مره لا لا بعت اللينك لا والله بعته 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 برا علينا تصميم تصميم حد يزغط يا جدع حد يزغط في براسك سكر سكر يا شباب علينا تصميم يا شباب.